في الخارطة التشريعية ووفق ما أقرته اللجنة التنسيقية وما أقريناه في الجلسة السابقة بأن قانون المنطقة الشمالية يكون مدرج في جلسة 28/11 جلسة اليوم. وذكر الأخ أحمد لاري بأن صار في هناك سوء تنسيق بسيط جدا ولا يوجد خلاف بين لجنة المرافق واللجنة المالية إن شاء الله، لكن تقرير الحكومة جاهز. من حق الشعب الكويتي ومن حقنا كنواب أن يصعد الدكتور سعد البراك على المنصة ويشرح قانون مدينة الحرير اللي بوجهة نظري هو أحد أهم القوانين إن لم يكن القانون الأهم في الخارطة التشريعية. شكراً لأخ الرئيس. دكتورة جنان، هذا القانون أنت مرة عليه، أنت كنتي في الحكومة اللي جابت لنا إياه في حكومة 2019، يعني أنت اللي قريتي هذا القانون وأنت أقريتي كوزيرة وأحلتي لمجلس الأمة في الحكومة اللي أنت مشاركة فيها. بعدين السؤال يوجه للحكومة، هل الحكومة جاهزة؟ خل تجاوبني، تقدر تصعد ولا لا؟ هذا مشروع حكومي مو مشروع نيابي، خل تجاوب الحكومة. الحين تقول أنا جاهز أناقش التقرير ولا ما أقدر أناقشه؟ وبعدين أنا ما قلت خل نقرر مداولتين، نقرر مداولة أولى وبعدين ناخذ وقتنا الكافي حتى يعني نقر في المداولة الثانية، نقعد في اللجان إن شاء الله 3 أشهر. وأتمنى الدكتور سعد البراك يقول رأيه، يعني إذا هو جاهز ولا لا.